الانتصارات ديالك سي حسن بعد هذا الانتصار المهم هذا؟ الحمد لله اليوم توفقنا الفوز على فريق قوي قوي جدا، فريق عنده تركيبه بشريه مهمه، امكانيات كبيره. الحمد لله حنا دائما في الموعد على انه العقوبة زادت حفزتنا وخلصنا نحققوا الانتصار الثاني في المباريات ديال العقوبة، وهذا كان هديوه دائما للجمهور ديالنا اللي كان قريب منا. وتحية كبيرة لجميع اللاعبين اللي أدوا برسالة وبقوة ومن أجل هذا الانتصار، وهذا الانتصار عايزيد يخلينا أننا نشاهدوا باش أنه يكون الفريق في أحسن المراتب. واش يمكننا نقولوا بأن الأحلام ديال الفريق داس كتكبر؟ لا، الاحلام ما كبرتش، احنا دائما في الاهداف ديالنا اللي سطرناها منذ البدايه هو اننا نكونوا فريق قوي ويكون في سلم الترتيب مراكز امنه، ما يكونش في اخر المباريات ديال البطوله اننا يكون المشكل ديال النزول او الحسابات او لا. احنا هادشي هذا هو الهدف ديالنا وما زلنا فيه. احنا دائما كنسعوا اننا نبقاو في قسم الوطن الاول ولكن باريحيه وبفارق مهم من النقط. وبالنسبه للمستشارين ديال الفريق كاين شي جديد؟ بالنسبه للمستشارين ديال الفريق السيد الوالي بالامس جمع جمعيات الصناعيه وبعض رجال الاعمال، كنتمنوا ان هذا الاجتماع هذا ان شاء الله يكون يعطي واحد يعطي يعني نقولوا حنا موارد ماليه من الفريق. حنا كنحاولوا جاهدا كما تسمو سير اننا الفريق ما يتاثرش بالازمه اللي كيمر منها الفريق، لان الفريق كيبصم على مستويات كبيره، وبالتالي خصنا نكونوا حنايا قد هاد المستويات اللي كيقدم الفريق. وهذه المناسبه كنشكر اللاعبين والمدرب انهم جنبا الى جنب مع الفريق وما كيخليو حتى شي حاجه اللي تخلي تاثر على الفاعليه ديال الفريق. شكرا جزيلا.